الحمد لله رب العالمين صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد درس جناني وكي صدن يشانات كم إذا كتابك روضة الأنوار في سيرة النبي المختار وإسكالها صفي الرحمن المبارك فوري رحمة الله عليه وحن سوغرني هل كم مؤلف كويري المبارزة والقتال المبارزة إسوسو بحدي يوال قتال دقالنك مبارزة وحاوية هبك الرداء دير واقه لما هيسان ورني قانسي ليبي سيفي وحسال ودقالمي لبدا عيدان او دقالمي مركا والا إسهور إيمانيا وحادعي كرتين مركا إن إلا بدا كوحود مدي عصاته يا نوص وبحية oo intan ciidanku dagaalka bilaabin baa waxa laga yaabaa ragga ugu horeeyo ugu halista badan inay qaar kood isu soo baxaan al mubaaraza marka waa taas qitaalku waa dagaalkii caadiga ah thumma taqaddama waxa soo hormaray thalathatun sadh thumma taqaddama waxa soo hormaray thalathatun sadh wa min khirati fursani al mushrikin mushrikin ta فرد فول كرجي هو هانشري كو وشرف بناخ من خيرة تمر كل ليه كو وخير كبدان وإله أكتس وخير بدان ما خير بتشرو وأني ما شر وضياله النبي محمد بدولان كو عليه الصلاة والسلام مرك وحال جو ذا لكن رجو ذي فرد فول كها رج صد إحنا نوقف وقف في يعني ده حق وضه من خيرة فرسان المشركين مشركين تا فرد رجو ذي فرد فول كها كو وقف في يعني أكتر يهين عتيبة نك عتيبة لو يقان يو شيبة نك شيبة لو يقان ابن ربيعة أو المر ربيعة والله بني نو ولا لا يو الوليد ابن عتبة وليد ابن عتبة صدح ذا نبا بنانك إسكاني وبارزوا وحي أصوبا بحين المسلمين المسلمين تمر كي قال ذي كسر دح بحين ببنانك انت استاقين بريا صوب حيه فخرج وحى صوبحي ثلاثة صدحن أو من شباب الأنصار أنصار دلن يرتي دي كاميدا فقال وحي إله دين المشركون مشركين تي نريد وحن دونينا بني عمنا الماضي ردين أنصار اسمنا غاني خي أنصار يدباتهن ومدينة حتى كصورة دينة نمان كي رغا نمدى يجيس نمدى القوية قانوي الماضي ردى يهاوه النبي إله دين هل كاسيبا مريمبا المادر رضا يوم مهاجرين تهذا يوم مكة صوبحي كوا سارنا فخرج وحا صوبحي عبيدة بن الحارث صحابي قال له يقان كو يو حمزة حمزة يو علي علي بن أبي طالب صدح ذا صحابي با صدح ذنين صوبحي فقتل وود لي حمزة حمزة شيبة نكي شيبها يود لا رقد أهان اسكودون وأهان لبضانين وقتل وود لي طيب علي علينا الوليد وليد أيود لي لبضا ضاع حق الدأهان سلوا يجنا دلني يرى إصلاحه واختلفت ويس ويدارت ويس ويدار سدين واختلفت وحى إس ويدارتيده ضربة تاني لبرد فشو بين عبيدة عبيديو وعطبة يعطبة نكيس حابجها وعبيدة بن الحارثها يعطبه إن الربيعاها وحا ويه لبدا سنة وحا إسدافسدين لبدا فرشي إسدافسدين نبر الله إسكوله في طيب عطبه طيب محادا عمركة وأثخن ووصغي كل واحد متكستو الله منهما لبدا وضاكام إذا الله آخر كي كالي مدو البكن كلاوحي أقايست داوع حاليس بدن أي أقايست وصحابي عبيداهان داوع باسو قاري قال كي عطبه هانا داو عدك نيكي لورنشري عطبة من الربيع هانا وحاسو قاري داو عدك باسو قاري ثم كر وكسو الرقال علي 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 يو حمزة حمزة على عطبة عطبة يكسو عرعليينو وحي أصوه ليين سحابي عبيت بن حارثها فقتلاه لبدو دا وحي ديلين نيكي لورنشري عطبة عطباء يكتخلصين أصور داوع هلسو كويا اللي أي انتو أي مادين أي إسراعيين سحابي لفتر كيسونا داوع هلسو كويا لو رغاق يصبا وايرا وقطع وقد قطعت والحال قد قطعت اللقوي
واحتملا وي قادين لعبيدة عبيدة يي قادين والحال قد قطعت لقوي رجله لقتيس راوعي النبر كيسو قريبا ولقت وقوضيبا صحابي عبيد بن الحارثة فمات وقيريودي بعد أربعة أفر مال موت كقدال أو خمسة أيام أمشان مال موت كقدال بالصفراء ماشى سفرا لو يقان راجعا حالو يهي ميد أسي سعودة أولابتي إلى المدينة المدينة سوى عيدا كيسي لسي سعودة الله كحي الله وعقاتي أيو الله بديح كو قيريودو مدينة الله سي سعودة انت بدأك لغاية تغي هل كان واحد كدري ميسا مركي هربا واحد بلوضي أستامها قول درادة إيا جبكا قالادي كود عضي صدح دينين أو قوها لست بنا أو بنان كي إسكياني أو فرتة تاكتي صدح دي بماشين يكود انتين مسلمين تينا ننو سنكاد منولي لبنين نايبات غبان حمزي علي صحابي لورنج العبيد بن حارثنا وداوع ولما دبان وستا المشركون وستا ويحن الصدين المشركون مشركين تي وحي كحن الصدين بنتيجة المبارزة إسو صوبحيد وحي كرنا شيء وخسار استا وحي لو يقانا استا أهدي ليرهدو تألم ووحن الصدين وي وحي سو قاريب كحن الصدو كتيران يوضا marka saddexdeenin oo u soo baxdayba inay meeshii ku dhinteen xanuun badan bay ku qabtay wastaa waxa xanuun ku keenay al-mushrikuuna wastaa al-mushrikuuna da wastaa way ka xanuusadeen al-mushrikuuna mushrikiinti bi natiijati mubarazati isu soo bixida natiijadeedii wastashatu way xanaaqeen way carodeen qadaban carad darteed استشاط وحالي رهدا أي اشتد غضبه عردي سمرك يقفك آد أدرناته وميلها ليس إيقارته واشتطى واستشاطوا ويحناغين غضبا عرد درتين فهجموا ويصويرارين على صفوف المسلمين المسلمين تصفوف تود بيصويرارين قال هذا ويرك صواغة بعنف سيقل لفسم بين أصويرارين وشدوا ويكوات كيين عليهم دو شوضاء ويصويرارين وشدوا يوحويان هجموا واسكوميد وشدوا ويويررين عليه المسلمين تدوشوا هذا شدة رجل نين ويرر كيس واحد أوكلي أوكليتو سيدي هل نبي هل مرة فقع سوير هذي والحال المسلمون مسلمين تونا ثابتون كوسوغن أيهين في أماكنهم بوصص قوضية ميلوه دي لحظة هذا يدافعون حالي دفاعيا عن أنفسهم نفط هذا ويقولون إليهين أحد ألا كلي جويان ومعبود كلو حقه مجرو كالمنا كرمنا وأغفى أول الماضي رسول الله رسول كي ألا صلى الله عليه وسلم إغفاءة للم رسول كوال الماضي ما يشوف رسول كوشرنا واحد حصة من ما يسوع ما قرنا إنسان تنري رسول الله سمي دعيسنا يو على بريه هي نسوا مرة ثم رفع كربه قاد الرأس ومدحيس مركل المدح وقال إنه بكر قاد مدح كرو قاد وقال وحنا إلى أبشر بشارة يسوع أبا بكر يا أبا بكر أبو بكر أتاك وحى كوي ميدي نصر الله إلهي جرجار كيسي هذا كان جبريل ويه أخذون الصقو مدها يستويان بعنان فرسه فرس كيسه جان كيسه يقوده حلوه قامن أيه على ثنايا النقع إن أفرس مركا سقى فسر على ثناياه إن عيدي سنة وحى كسوغان ده وفرس كأن نقع بور يسيغا كسوغان أي على أطرافه دع الذي سيهريري سوحى كسوغان الغبار بور يسيغا يا ككع سو فرس هذا دجال كسو تلاقي وكان الله الله وحوها قد أمد ميت كسيادي المسلمين مسلمين تا يومئذ مالكا بألف كن أو من الملائكة ملائكة كترسا مردفين حاليهم كوا إسفنقشان أو وحي إسلاسارنا يين جديد أما وإسدب السعودين ثم تقدم وهرمري رسول الله رسول كيالله صلى الله عليه وسلم يثيب حاله بوديو في الدروع عن بربريدية نحن نأكو بوديو nabigu intuu meeshii ka soo booday oo soo baxay asoo cambuurbireed wata waa qalabka dagaalka lagu dagaalamo baa wuxuu u qaybsamaa wax la rido iyo wax la isku difaaco wixii la soo rido ka difaaca koofiyad bireedka iyo cambuurbireedka iyo waxay ahay difaac waxa gaaladu ay soo ridayaan la isaga dhigo
seefta iyo waranka iyo qaansada iyo leebkana wax lagu dagaalgalay ahayd. Marka cambuurbireed buu nebigu haystay calayhi salaatu wasalaam, wuuna soo boodayba wayatluu isagoo akhrinaya qowlahu ilaahay hadalkii tacaalaa sarreeya uu yidhi sayuhzamu waa la jabin doonaa aljamcu kooxdan iyo midowgan wayuwalluuna wayna jeedin doonaan addubura dhabarka ayay duwi doonaan kuwan waana laga adkaan doonaa wayna carari doonaan. Aayaddaasuu akhrinayay wa akhada wuxuu qaaday xafnatan cantoobo aman sacab oo min alxasbaa'i quruurax iyo ciid yaryar ah waramaa wuu ku tuuray bihaa cantoobadii quruurax ahayd wujuuha almushrikiin mushrikiinta wejiyaashooda ayuu ku sayriyay. Maaqa nin bay ahayeen mushrikiintu? Kun nin bay ahaayeen. Waxaa mucjiso noqotay marka sacab muggiis oo quruurax ah ama cantoobo ciid ah inta saa loo sayriyo kunkiini nin walboo ka mid a inay indhaha ka gasho oo intay indhaha marmaranayeen laga farxasho oo laga faa'iidaystaayey arrin mucjisa ayay ahayd. Marka saasuu ugu tuuray. Walxaal huwa nebiguna yaquul uu leeyahay shaahad ha xumaato alwujuuhu wejiyaashoodu kuwaan allaha xumeeyo wejigooda allaha gubo wejiyeel ha xumaade oo kuwooda loola jeedo famaa min mushrikin nin mushrigihi ma jirin ilaa wa asaaba waxaa ku dhacay caynayhi labadiisa indhood iyo wa min kharayhi labadiisa sandul min tilka alxafnati cantoobadaas ayadaa xaggeedaa wax ka soo gaareen. Dee sanka dulkiisana hadday siiga kaa gasho waa hindhisu indhihiina hadday siiga iyo boor iyo kaa galeen iyo quruurux waxay noqonaysaa inuu qofku ilmeeyo oo wuxuu yidhaahda iska tirtir. Wa can dalika kaa xaggiisuu yaquulu leeyahay allaahu alle tacaalaa wuu sarreeyaaye wamaa ramayta maadan tuurin nebi maxamedow id waqtigii ramayta aad tuuraysay walaakina allaaha alla ayaa ramaa tuuray. Nebiga waxaa loo sugay inuu wax tuuray waxaana loo diiday oo laga anfiyey inuu wax tuuray. Wamaa ramayta le waxbamaa tuurin id ramayta markii aad tuuraysay baa lihi soo ma jeedid maadan tuurin markaad tuuraysay. Macnaheedu waa maxay? Waa tuurto oo waad gantay awooddaa laakiin kun nin indhahooda iyo sankooda inay wada gasho adugu maadan gaarsiin anaga gaarsiinay wey. Waxa laga anfinayaa marka waa gaarsiinta, waxa loo sugayana waa sayriddii uu sayray. Yaa marka gaarsiiyey? Walaakin allaha ramaa ilaahay baa gaarsiiyey, adugu waa tuurtay ilaahayna waa gaarsiiyey. Waa hagaag. Thuma amara wuxuu faray rasuulullaahi rasuulkii alle sallallaahu calayhi wasalama almuslimiina muslimiinta bilhujuumi weerarid cala almushrikiina mushrikiinta dushooda ay weeraraan. Awal maxay ahaayeen? Difaac bay ku jireen. Marka markii siigadii iyo quruurixii iyo dhagaxii yaryaraa indhaha uu ka wada galay nebiguna uu habaaray calayhi salaatu wasalaam buu yidhi hadda weerara. Marka wa qaala wuxuuna yidhi shudduu weerara waxarada wuu ku dhiiri geliyey hum mu'miniinta cala alqitaali dagaalka ayuu ku dhiiri geliyey fashadda way weerareen almuslimuuna muslimiintiibaa weeraray gaaladii walxaal hum muslimiintuna calaa nashaatihim firfircoonidoodii iyo nashaadkooda ay ku sugan yihiin. Gaaladu cabaar bay weerar soo hayeeno waa daaleen kuwana difaac bay ku jireen. Hadday marka car leeyihiin oo hor leeyihiin muslimiintii. Waqad zaada waxaa u kordhiyey hum saxaabada taxamusan xamaasad iyo farxad iyo jacayl ay dagaalka u qabaan waxaaba usii kordhiyey wujuudu rasuulillaahi rasuulka alle helidiisa sala allahu calayhi wasalama fiimaa shaygii bayna adhurihim dhexdooda ah yuqaatilu xaaluu dagaalamayo qudaamahum waliba hortooda uu ka horeeyo. Waxaaba farxad iyo dhiirigelin u noqotay inuu nebi maxamed dagaalka qayb ka yahay weliba dhexdana uusan jirin gadaalna uusan jirin dhinacna uusan jirin qaybta ugu horeysoo muqadamada uu ku jiro isagoo dagaalka hogaaminayo farxad iyo dhiirigelin bay u noqotay. Sababtoo ciidanku markay arkaan hogaamiyihii ciidanka iyo amaanduulihii oo dagaalamahaya waxa weeye niyadda u dhismaysa. Laakiin hadduu inta seexdo qof yidhaha orda iska taga idinku waxaa laga yaabaa xoogaa dadka qaarkood niyajab inay ku yimaadaan. Tayib fa akhaduu waxay bilaabeen yaqlibuuna inay gedinayaan asufuufa sufuufta inay gedinayaan gaaladii sufuuftooda bay inta u tageen bay dabagadiis ku bilaabeenba oo wayaqtacuuna ay jarayaan gaalada ka jarayaan alacnaaqa luqumaha wa nasara waxaa u gargaaray hum mu'miniintoo kaleeto almalaa'ikatu malaa'igtuna gurmad bay siisay gargaarkana waa gurmad. Fa kaanuu malaa'igtu waxay ahaayeen
يضربون كوي قالذا كجراعة فوق يضربون كوي جراعده فوق أعناق المشركين مشركين تلقمه ضدوش هذا ويضربون وحي كتمين وكجراعين منهم قالذا كل بنان فركست يحبين كست قالذا ملائكة مركل يرجع قالذا وح كل عيا ملائكة ديك بني آدم سيل ولد قال ما يسنا قون آدم سيل ولد قال ما يسنا قون وحنا الوير فضربوه فوق العناق وضربوا منهم كل بنان فوق العناق مرك هديل يا لبته تفسير بسوق ليس لقنت هذا وح كسر عنق ولقنت لقنت وح كسر هي أنا ومدح مع هذا مركب حن قصور ككشرة وحكلو فوق العناق لي هذا سرك ذبه كيا لمدح إن لقديله كل بنان كنا واحدنا معنى هذا واحد ويقف كآدم هاي شرف هديل يراه تركي سأنت صرقة وشرف بدن شرف هوسين هديل يراه أنا فرها وشرف هوسيس ماشى وصل رئيسه مس بده حلقته وقتها ما ده وشرف بناء يمشي وهوسيس حق شرف أهانه فرها لا بد بكتر عليه كو مرك ملاك نبر كذا دميات كسو وقصنا يسا ملك جريل بهال مرة أنت جرب كتاعه ونبي يقول سيد الله كوا أبو رأنك لح بقوله جرب ولا هبي هل جرب وكم ذو تاج عركي يجهد يجتر روى يقريب وادعي كرتاه قوة كلا لحدا بقوله جرب إني ودليه وادعي كرتاه إني كيريهين وحكيريهين لكن قف بني آدم يقف أنت صو جرب وطاي هو شو واحد إسكمر دعين كران طيب مركا والنصارى وح أجر جاريهم مؤمنين تا الملائكة وملائكة أجر جارتي فكانوا ملائكة وحيها يضربون كوي جراعة فوق أعناق المشركين مشركين تلقمه ضدوش هذا ويضربون ويقراعين منهم قال هذا حق هذا كل بنان حبين كستا فكان وحا وحوها يندر ودل إنو الدوله رأس الرجل إنك قال كامدحيسة في وضوليا لا يدري حالوسا قرنين من روح ضربه قراعي ما بقى أركي يبقى السجن أجيدين بالغرب فنيا بق رأس مدحيس الدوليا عد ألا لعد سنة قرن مايو ها ساسي يقري ميا ها أنا يوحي يقري فكان يندر رأس الرجل رأس ها يندرس بدون قري ميا يندرس رأس الرجل مرك هذا رأس الرجل وكيف حكم ميا طيب هذيل يدرو سرأس رجلنا نينك مدح حساء يا وحى ويان ماشى كبا باهي دول يوي فلا يدري مجرنين من روح ضربه قراعي وتندرو هذا محو يغري تندروس وتندرو ويدوليسي يدر رجل نينك قعنتيسة لا يدري حالوس قرنين من روح قطعها قوي سو ما جدينا يندرو بركة نغنيس قوين من قطعها عدي قوي سكرما لكن قعنت واكا قوط حتى نزلت إلا إكسو دكتي الهزيمة تشبكي بالمشركين المشركين فلا ذو وحي مغان قليان أو معين بدين بالفرار عرر عرر مكبت بادين هيا مرك عرر هدان مغان أنو غتكوهر وترعيد بان مغان قليا عدنا وعرر وأخذ وحي بلابين المسلمون المسلمين تي يطاردون إني عير سنيان هم قالدي هذا عير سد أن محاكر شيء، فيقتلون مسلمين ويلينين فريقا كوح قال هذا كمدة، ويأسرون ويسوق بسنين فريقا كوح كلنا وسوق بسنين، وكان إبليس وحوها قد حضر مت كسوق غيب قالي دجالك وكسوق غيب قال، لانك كلام ملاك تجوكته ملاك المسلمين تلي سعد قال هذا نيال سعده إبليس بالله سعده كلا في عن لبدر عيدا. في سورة سراقة ابن مالك ابن جعشم سراقة ابن مالك ابن جعشم يسوسو كيسي يبدان تيسكو يمين محو يمين تأييدا حوچين للمشركين مشركين تأو حوچين ايو ايو تحريضا لرجلين لهم ايقو كل رجلين ايو على قتال المسلمين مسلمين تالا دقالان كودا فلما قورتي رأى واركي الملائكة ملائكة مركو واركي وملائكة المسلمين تو ميسن أركين قال الذي للين ين ميسن أركينه حجبو إبليس كأركي سهر إسميسن غناصية ملائكته واجي سيقان حتى وادو معها واجي النبي آدم بالله أبو ربي وده شوقي شيران هالكسي وده شوقان وكذا حب حيبة مركو إسيقانة مركو ملائكة أركي وما وحي يفعلون أي سمين يان
نكس وو أسقضي على عقبه عرب أضرب قريض على عقبه لبدي ساع عرب قداش وضاي أضرب قريض أضرب قريض وفرّون عرر إلى البحر بدأ الأحمر يعص بدأ عد حق يدو عرر وألقى وطور نفسه نفتي سفيه بدو كطورة هدوه قص بدو كل عيم هذا دك هو سواسين هاي دوه قص بدو كل عيه سينو دواش يقارب ودع كرت يا أثر كسيدا كسر وري ضعف ما كتير لكن قرآن كوحو تلمامي أنت هذا ماشي إنه هو قرآن إنه عرريه وليه مركي هريته waxa ka baxay iyo nimanka suu dhirigelinaya ku haya in jaaro lakum iyo ana magan idin aho maanta dagaalkeedii la ka qayb galay la qaaliba lakum maanta cidood ka adkaan maysay markuu nimankii inta cubay oo dagaalkii galiyay oo malaa'ikta arkay buur dhowr qodob isku dara koo wuxuu yiri inni bari'u minku shuqul iyo shaqaydu kubalihi bari baan idinka ah war maxaa ku dhacay laba qodob uu markaa sheegtay koo wuxuu yiri inni ara mala taru wixii aan arkaynin baan anigu u jeedaa culimada qaar baa waxay yiraahdeen waagii nabi aadan la yiri u sujuudo u diiday baa ilaahay lacnada markuu ilaahay lacnaday buu hal qodob ku codsado wuxuu yiri ilaahu waxaad ii sugtaa ilaa yawmi yubcathuna ila maalinka qiyaama inta laga gaarayo la soo saariyo dadka ilaahay wuxuu ku yiri marka innaka minal mundariin waa lagu kaadinaya ilaa goorma ilaahay wuxuu yiri ilaa yawmi alwaqti almaclum ilaa maalin la og yahay maalinku codsaday ma ahna waa maalin ilaahay og yahay soo ma oga marka mar walba wuxuu qabaa cabsi ku taagan talo maalinkii lagu qabtay maalinkii weeyay laa soo garan maayo markuu arkay malaa'igtii horey uu yaqaanay iyo malku jibriil iyo malaa'igtan dagaalka ka qayb galaysa wuxuu yiri walla maalinkii weeyay la sheegay maalinkii lagu qabtay kan weeyay inni ara ma la tarun wuxuu ku gabagabeeyay inni akhaafullah ilaahay baan ka baqayaa bii haa war ilaahay hadaad ka baqaysaa magaalada ka hartay maxaa nabi maxamed uu soo duushay calayhi salaatu wasalaam oo saxaabadiisa uu soo duusho diinta ilaahay ula dagaalamaysa hore inay aqaafullah waa khawf uu arkay halaagiisa waxaan u tarmaayay cabsidaas marka carar iyo ninkii ayagana meesha buu kaga baxay waxaa dareemaysaa meeshay ugu baahi badnaayeen soomaa meeshaas meeshaas uu kaga dhaqaajiyay qofka bani aadamkaana maalinku u baahi badan yahay qiyaamada markuu yimaado buu la hadlayaa wuxuu leeyahay innallaha wacadakum wacda alxaqi wa wacadtukum faakhlaftukum ilaahay ballan dhabuu idiin qaaday oo sax ah aniguna kubaan idiin qaada waana idiin ka bax ilaahay hortiisa la taagan yahay qiyaamaa la joogaa meelaad ku noqotid male camal damoo la soo aqbalaya male toobadkeen kale male haddaan shaydaan iska dhicinaya male halkaasuu adna kaaga bari noqonaya marka waa cadow sida ilaahay uu noogu sheegay bani aadamku cadow ku yahay shaydaan marka sidaasuu ku carara maqtalu abi jahlin abi jahl dilkiisa abu jahl wuxuu ahaa ninkii maare loo waayo abu sufyaan markuu badbaadiyey safarkii waraaqda uu soo qoro yiri war soo noqdo xoolihii waa badbaadiyey annagiina dhibna qabnay soo ma garanaysaa inuu diiday ilaa aan badar tagno oo aan ku hilbaqalanno oo fanaaniinta iyo hoballadu noo heesaan oo aan halkaa ku maalma khamrada ku cabno oo carabugeysinimada iyaday ogaato wallaan la noqonahayn bi maxamed iyo xoogaagiisa inaan cagta marinno ninkii taladaa soo jeediyo maare loo waayey oo xataa ninkii cudur daarta ceebeynahay oo dacayadaynayay ninkii beeshuu ku dhintay wa kaana abuu jahlin abuu jahl wuxuu ahaa fii cisaabatin koox dhexdeeda ayuu ku sugnaa kooxdaasoo jacalad ka yeeshay suyuufahaa seefaheeda iyo warimaaxahaa waramadeeda xawlahu isaga dhinacyadiisa ciidamo istaafu gooniyu lahaa ay isagay markay isku wareejiyeen mithla siyaaji sida siyaajka oo kale assiyaaju waxa weeye waa guriga waxa weeye daydka ku wareegsan oo kaleeto iyo barxadda oo kaleeto weeyaan waa suyuur waa derbi oo kaleeto weliba derbigaasoo qodxo iyo qashin iyo balaayalahoo qofkii soo gala waxa weyan qodxaha ay mudanhayaan dhalooyinkii quruurdahay ku jajabayaan marka mithla siyaaji sidii derbi wareegsan oo kaleeta iyo kooxdan isugu wareejiyeen fardo seefahood iyo waramadoodiina way wataan wa kaana waxaa ahaa fii sufuufi lmuslimiin muslimiinta sufuuftooda waxaa ku dhex jiray xawla cabdiraxmaan ibni cawf cabdiraxmaan ibni cawf dhinaciisa shaabaani laba wiil oo da'yar ah oo min alansaari ansaar ka tirsan cabdiraxmaan wuxuu ku jiraa dadkan muslimiinta oo jihaadaya waa muhaajiri isagoo sufuuftii muslimiinta ku jiraa labada dhinac waxaa ka soo istaagay laba kuray oo yaryar oo ansaar ah lam yaaman aaminka muusan noqon cabdiraxmaan makaanahumaa meeshooda war kuwaan yararkaa meesha yaa keenay buu lahaa armay ceeb soo jeedaan armaa nabar ku dhaca waa da'yare
yaa in gadaal lagu reebay oo ku fiicnaa kuwiiba wuu ka shee dhib bay ku hayeenba asaga agtiisa taag ahaanba id waqtigaasa qaala wuxuu ku yidhi lahu asaga axaduhumaa midkood siran si hoose asagoo la faqaya oo ka qarsanaya min saaxiibii saaxiibkii yaa cami adeer arinii itusi abaajahlin abaajahl itusi kuraydii yaryarkaha mid ka mid ah oo rabo warkiisa kan kale inuusan maqal baa dhagta wax ugu sheega adeer abujahl itusi ma yaqaano inuu dilana waa raba mana yaqaan qaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi wamaa maxay baa tasnacu ku samaynaysaa bihi asaga maxaad ku samaynaysaa hadda haddaan ku tuso wuu la yaaban yahay qaala inankii yiraa wuxuu yidhi ukhbirtu waxaa la ii sheegay annahu ninkaasi yasubbu inuu caayo rasuulallaahi rasuulkii alle sala allahu alayhi wasalam inankaa yarkaahi wax kale oo wada lama arko ninkaasi nebi maxamed buu caayo anna waa dilayaabi wuu dhaartay wiilkii yiraa wuxuu yihi fawalladii allihii baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku jirtee lain ra'aytu haddaan arko hu abuu jahal laa yufaariqu ma faaruqayo ma ka tegayo sawaadii aniga mututuushayda iyo shakhsiyadaydu sawaadahu asaga wax wey muuqaalkiisa xataa yamuuta ilaa uu geeriyoodo alacjalu midka deg dega badan minna annaga xaggeena labadayada waan dhibanaynaa laakiin kii geeri loogu talagalay ilaa uu hordhinto bidhaantiisa haddaan arka walaana ka tegayn bu waa la yaaban yaha marka cabdiraxmaan warkan yarkaa xaggee laga soo tufo waa kura yar abuu jahala waa nin carab oo dhan ay taqaano abulxakam baa loo yaqaanaa ugaasyadii quraysh buu ku jiraa geesinimaa lagu yaqaanay nin igu soo orada ma ahayn wa qaala wuxuu yidhi al aakharu kii kalena mila dalik markaan kii ka jeensay kii kale xagga kale iga shukaansanayabi adeer abuu jahal itus war maxaad ku falaysaa nebiga inuu caayaan maqlay walaana anii asagu maanta kale badbaadayn midka ayaa dhibanahay abuu jahal itus falamaa goortii tasadacat ay isdhex jeexday asufuufu sufuuftii fasdac bimaa tumar qur-aanka soo kuma arag tasadacat ay isdhex qaaday asufuufu sufuuftii ra'aa waxaa arkay hu abuu jahal cabdiraxmaan ayaa arkay cabdiraxmaan ibnu cawfa abuu jahal arkay yatajawalu asagoo dhex wareegaya sufuufta nin aad u laf weyna wuu ahaayo dadka markuu dhex joogaad moodaysay geed camal fa araa wuu tusiyey humaa labadoodii wuxuu yidhi wakaas ninkaad raadinayseen fabtadaraa way u kala baratameen hu asaga bisayfi seef xataa qatalahu ilaa ii dile aduu kaal ayaa tababar siiyey goormay soo mareen carbis iyo tababar goormay ka soo baxeen intaasoo bilood wax jirto marka niman yaryar bayba ahaayeenba daraba wuu garaacay axaduhumaa midkood saaqahu dhudhunka ayuu ku dhufto ka garaacay fadaaxat waxaa duushay rijluhu lugtiisibaa duushay kamaa sida tadiiru ay u duusho annawaa lafta timirta iyo waxa la midka ama lafta annawaa timirta lafteeda xiina waqtiga tudaqu la burburinayo laf timireed haddii la yidhaahdo ha la burburiyo waxaa lagu dhufta say u duusho oo kaleeto baa lugtii u duushay abuu jahal wa adkhana waxaa sugay hu asagii alaakharu kii kalena wuu sugay xataa taraka ilaa uu ka tegay hu asagii walxaal bihi abuu jahal ay ku sugan yahay ramaqun xoogaa neefqaad ah wax yar asagoo naftu ka sii baxaysa laakiin nool ayuu ka tegay uma insarafa way gadoomeen ilaa rasuulillaahi rasuulkii alle xaggii bay u gadoomeen calayhi salaatu wasalaam wa qaala wuxuu yidhi kullun mid kastoo minhumaa labadoodii ka mid ah ana anigaa qataltuhu dilay abuu jahal hu abuu jahal fa nadara wuu eegay rasuulku ila sayfayni labadii seefood weliba wuxuu ku yidhi seefihiini ma haysa sale waa hayna suukeena su labadii waa eega wa qaala wuxuu yidhi kilaakumaa labadiinnuba qatala wuu dilay hu abuu jahal labadiinnuba abuu jahal waa disheen wa humaa labada weyla mucaadun mucaad weeye iyo wa mucawidun mucawid ibnaa cafraa'a ilmo cafra ahaa labada wiil walaala ma aha shuqulla iskuma leh ibnaa cafraa waxaa loogu bixiyey baa culummadu ku kala aragti duwan yihiinoo culummada qaar baa waxay leeyihiin labadoodii hooyo baa mid walba waxaa dhici karta in la yidhaaha cafraa waxaa labaadoo suurtooda min baabi taqliib sida qamarayn loo yaqaano dayaxa iyo qoraxdoo kaleeto ama abubakar iyo cumar oo kale cumarayn loo yaqaano min baabi taqliib inay tahay waa suurtagal laakiin laba wiiloo isku hooyo ah ama isku aabba ah midna ma aha shuqul iskuma leh ayib waqad istushhida waa la shahiideeyoo waa la dilay mucawidun mucawid fii nafsi alghaswati duulaanka laftirkiisa ku dhintay intii dagaalku socday badarba waa meesha ku dhintayba wa baqiya waxaa soo haray mucaadun mucaad wuu haray ilaa zamani cuhmaana cuhmaan waqtigiisa ilaa laga soo gaaro waqtigii cumar buu joogay kii abuubakar buu joogay kii nebigu u dhammaystay ilaa waqtigii cuhmaan wa acaa wuu siiyey hu asaga rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama
سلب أبي جهل أبي جهل وحي لغا فرطي وفركي ساها فركي سوا نحن نغوتي هبك أوتو وحي العقوتي وحي وحوي غالي أوتي وحي وكيسي ويلكسلسي وحي علماء سويديان ما داب إلا بدو دو وذا الدلين نبي عليه الصلاة والسلام وأصغي إلا بدو إلي وذا الدلين محمد كان كليا لوسيي نينك وحي لغا فرطي ما يشا وحا كم وغدا نينك كلوابا دينتايبا نينك العدو وحلا وذا اكتمالي وهدو دينتاي حقي أولها ميين الدحل نقنينين علماء غاربا وحي ليهين دلك فرق أول حياة نينك أنا وحو كم متيست نينك إن لسيو فركيسي غلب كيسي أسجع نينك سفي عنو دلا نينك وراء تحوار داو عقول فتا نبي قلنا قلب كيسي ما نكيس ود تشوي وحو كيرو حبات كدش ما داو داو عقول جيستي لكن سيد الرسم قال نينك نينك ود ليو وانينك نينك أنا لسيوي وبعد انتهاء المعركة دقال كي مركوب لما ذيك جدال خرج ويصاب بحين أن الناس ضدك في طلبه أبو جهل بالريادين تيس أبو جهل سوى ليش وما يصور وين دلي أبو جهل رتح جيش رابلي الريادين فوجد وحى هلي هو أبو جهل عبد الله بن مسعود عبد الله مسعود باهلي والحال به أسرق وكسو جي الرماقون ونفط ونفط كسي بحيسه فوضع عبد الله ودقي رجله لقتيسه لقت ولقت عبد الله مسعود على عنقه هلك لغنت أيو لقت كسارة أبو جهل ولي لغنت سنين مسكين وحوي عقب مسارين عبد الله بن مسعود وحوي كتر الرج وما كقصوا دبي هلك كاسو مرك لقت كسارة ديكت وأخذ وحوي قبتي لحيته وجركي سو قبتي ليتجز ليحتز سو أسوجيو رأسه مدحيس مدحو ربا إنه كجوي مرك صورتيو ليحتز سو أسوجيو رأسه مدحيس وقال وحنا يروي عبد الله سوى هلا يا هل أخزاك مكد لي يا الله ألا يا عدو الله إله عدو يسيو قال وحنا يروي بماذا محب أخزاني وجد لي ولوا هلا يا نفر نفتا كسي كرتا ولي نف ما نف بعدين السجى بقولي هذا الكسيو وتوحي يروي هل فوق الرجل نين من نين كسر رياء شربي وقتلتموه أدشين ها ولوا بس لقمة يهيب دجال كأنه كل انت أبو جهل وحنا أركا شرف sida ugu shalan soo mara suuga bar iyo tama iyo ilaahayo anaga iyo maxamed kaayaga aqtaada laga jecel yahay u guuleeso u guusha si soomaa inuu guul ku taagan yahay soo arka way xasabuna annahu muhtadun soo quraa kuma arag qoliyo dhunsan oo ismoodaya hadana inay hanuusan yihiin cida aadisha yaab ka fiican buu waqala wuxuu yiri falaw ghayru akkarin qatalani falaw ghayru akkarin midaan waxa weeyaan adoo kala ahayn qatalani haduu i dili laha waxa weeyaan naf ma yeesheen ama dad sharaf macna nabi maxamed iyo carab iyo quraysh inay dadkaas u dileen buu wuxuu arkaa sharaf uu arkaa marka dadan ayaga ahayn oo asal ahayn haday i dili lahayn maantayto ka murugoon laha thumma qala wuxuu yiri akhbirni ii wara surka wali lugta lagaga haya waana sheekeynahay walaay geesi uu ah wuxuu yiri abdullah war surka goosaha dadoodido akhbirni bal iga waran لمن روح هبي الدائرة جوش وهاتي اليوم ما أنت جوش يه رعد بل يجور أنا وهذا وابك أنا كل وحبا يسوع جاري قال عبد الله وحيري لله على يولي رسوله رسول كيسة أي جوش رعد قال أبو جهل وحيري لقد ارتقيت واحد فور شيء ما أنت مرتقا ما له فورا صعبا ولي بعروس يا رويعي الغنم أريتشيه حجيب ساره عبد الله هل كاس لقطة كجاهية ولا ما أنت لقطة واحد سارتي بير مال علوس وأنسى هالكفول الكريم بير أريد شري هو بير أرجع يحولها راعة وغاد عبد الله واحد صدق ماله وغاد عوجوي عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن مسعودها رأسه سركي سايوجوي كوب كسي ثم جاء وليم به أسرع إلى رسول الله رسولك الله مدحوك أنا صلى الله عليه وسلم فقال وحو يري رسولك الله أكبر إلهي باوي إلهي باوي عكسك وي الحمد ما هذه لله الله يسقنات الذي الله صو صدق كرم شيغي وعده بلنغات كيسي ونسر أقرقار عبده أدون كيس محمد وهزم الشبيي الأحزاب إسبهيسك وحده كلي قال وحو النبي وهذا كان فرعون هذه تن أيضا فرعون كذوي الأمة ومدى ومدى محمد يدى فرعون كلي هدو تشرو واكم بيه هذا كوران نين مص وحنا كده جيسي شيخه نين مصاريه السعودية أنت تجي بوحو أركي السعوديان كو آد وجه الله يا مساجد يا خطابة يا فرعون
waxaan is yiri kaasu soomaaliya waxba u galay markaasee qabyaalad baa qaaday laanna fircoon reer masar buu ahay moogta arrinkii u dhiibsada marka masaajid kastuu sacuudiga ku arkay inta badan haddii waxa weyaan dee dhibaato haddii laga hadlayo fircoon wuxuu a qur-aankuna aada buu qaadaa dhiga marka wuxuu leeyahy niman yahow nimankan reer aala sacuud may abu jahal ka sheekeeyeen isaga la dhashay waa isaga fircoonkaygii masar maanuubita laga sheekeynahaya ciil baabashow ninkii halkan joogaba wuu soo tegay waagii dambeeto masar buu yimid masaajidku kusoo tukado haddana arko fircoon lagaga waramaayo khadiibkii buu la hadlo wuxuu yidhi qolyahaasaan sidaa uga soo tegay maxaa looga warami laayahay abu jahal marka ninku ku yidhi laftirkiisiba yaa warka waramahay wuxuu leyy waxaan ku yidhi jumcada soo socota baan ka waramaya ninka la yidhahda abu jahal aad bay ugu duceeyey bi maalinkii jumcadaha buu safka hore soo fadhiistay bi annaguwaa bay iska iloobay qadiyadii bi masaajidka markaan soo galay oo khudbo kale ii diyaarsan tahay baan waxaan arkay bi asadii oo rag kale inta soo kaxaysay suxulka ku dhufanaya ku haya maanta laga hadlaya la socda falqabyaaladu ninka meeshay ka gaartay fiiri ciil uu u qabo soomaali ma arki jirtay adiga gaalkayaga maxaa kaa galay iyo ninkayaga maxaa kaa galay iyo ayib markaasaa waxaa igu dhalatay bi ninkaa ballan inaan u qaaday bi markaasaan waxaan bilaabay yiri inaan ka warramo abu jahal iyo maalinkii beder iyo sidii lagu dilay iyo dhibaato marka mushkila waxay iga raacday bi nebigu markii abu jahal la dilay soo arigan ma oran hadalkii baan waxaan ku gabagabeeyey buu yidhi nebigu markuu dilay abu jahal buu wuxuu yidhi haadaa fircawnu hadihi lumma maxaad fircoon ku daba dhigay bu adiga laftirkaaga meeshii buu haddana ka soo dhexbaxay buu yidhi fircoon abu jahal baad maanta o dhan ka warramaysay haadaa fircawnu hadihi lumma maxaad u haysaa buu yidhi marka soomaalidaa kaa waxuu galeen baan u malaynaa yowm alfurqaan marka qisadaan gabagabaynaa fawaa'ida iyo waxa laga qaadanaya sheegi doonaa insha allahu tacaala kala geynta maalinkeedii alfurqaan waa maalinkii xaqa iyo baadilku uu kala baxay muslimiintuna ay guulaysteen kaanat waxay ahayd haadihi tan almacrakatu ee dagaalka ah macrakatan dagaal bay ahayd bayna alkufri gaalnimada iyo walimaani iimaanka u dhexaysa qaatala waxaa dagaalamay qaatala wuu la dagaalamay dheh fiihaa dagaalkaa dhexdiisa iyo macrakadaas alrajulu ninku camahu adeerkii iyo wa abaahu aabbihii iyo wabnahu wiilkiisa iyo wa akhaahu walaalkii dee dadku waxay ahayn dad wada dhashay nimankan hadeer ku haya ilmo adeerada yaan rabnaa soo ma xasuutaan waxaa la dagaalamayo cali iyo xamse iyo cubaydi waa ilmo adeeradood iyo wa khaalahu abtigi iyo wa adnaahu kuwii dadka u xigay u dhowaa qatala wuxuu dilay fiihaa dagaalkaa dhexdeeda cumar ibnu alkhadaab cumarkiina khadaabaha radia allahu canhu khaalahu abtigi alcaas ibna waa'il ibni hishaam ahaa caas ibnu hishaam ahaa abtigiisuu dilay wa waajaha wuxuu ka hortegay fiihaa dagaalkaa dhexdeeda abuubakrin abuubakar ibnahu wiilkiisa cabdiraxmaan cabdiraxmaan ah suu u dilo laakiin muusan dhiman oo ilaahay baa badbaajay oo kabacdi buu gadaal ka islaami doonaa wa asara way soo qafaasheen fiihaa dagaalkaa dhexdeeda almuslimuuna muslimiintu alcabbaasa cabbaas bay soo qafaasheen wa huwa isaguna camu rasuulillahi rasuulka ala adeerki weye calayhi salaatu wasalaam wa haakadaa sidaasaa in qadacat waxaa kala go-ay fiihaa dagaalkaa dhexdeeda silatulqaraabati qaraabada xiriirkeedii wa aclaa wuu sarmariyey allaahu alle fiihaa dagaalkaa dhexdeeda kelimat aliimaani iimaanka kelimadiisa calaa kelimat alkufri kufriga waxa weye kelimadiisa wa faraqa ilaahay wuu kala geeyey bayna alxaqi xaqa iyo walbaaili baadilka fasumiya waa lagu magacaabay daalika kaas alyowmu ee maalinka biyowmi alfurqaani kalageynta maalinkeeda wa huwa isaguna yowmu badrin waa maalinkii beder alyowmu saabic waa maalinka asaabica cashara waa maalinka toddobiyo tobnaad ee min shahri ramadaana bisha ramadaan ka tirsan maalin jumco ah bisha ramadaana ay toddobiyo toban tahay ayay waxay ahayd dagaalkaasu dhaca qatla alfariiqayn labada kooxood dadkii laga laayay lanna muslimiintana dad baa laga laayey muminiin gaaladana dad baa laga laayey qutila waa la dilay fii haadihi qaswadan dhexdeeda fii haadihi tan almacrakati ee dagaalka dhexdeeda arbacata cashara afar iyo toban rajulan ee nin ee min almuslimiina muslimiinta ka mid a sitatun lix min almuhaajiriina muhaajiriintay ka tirsanaayeen wa thamaaniyatun sideedna min alansaari ansaar bay ka tirsanaayeen ciidanka nebigana ansaar baa u badnayd wa dufinuu waa la aasay fii saaxati badrin beder barxaddeeda ayaa lagu aasiyey goobtii wa maqaabiruhum xabaaluhooduna laa tazaalu ka zuuli mayso macruufatan inay tahay mid la yaqaanoo meelihii bay kuxaas ku aasan yihiin marka muslimiinti maqaa ka dhimatay afar iyo toban ama almushrikuuna gaaladii fa qutila waxaa laga dilay minhum ayaga xaggooda sabcuuna toddobaatan
وأسرى وحى الله سواق فاشي سبعون تضبات تضباتاً إيه تضبات وترسي آدو كلفق أيها المؤمنين تمرك الله فيري ها دور يتبنقف يتضباتاً ولبا وحى عجيبة كن عيداً وسيء ديار سيهين يسيء وصوة تلقلين يأودو دو انت إدانتهي عجيب غبئة. طيب ومعظمهم بدن كود سيء بدن آيين تضباتاً كاس يتضباتاً كاس كانوا وحيا هايين من السناديد مدحدة أي كم دهاي سناديد ورقي مدحدها وقد سحبت والتشيدي جثث أربع وعشرين جثث أربع أفر وحويان ميت كود يو عشرين لباتا ومن سناديدهم مدحدة كم ده أفر يا لباتا وتضباتا كي لدي كم ده ميت كودي أي لتشيدي وغذفت وحى الغتور في قليب قف في قليب قف قليب كوام حي بئر عيل عيل وحى وين لغي غوري وان لا استعمالين خبيث ايليته مخبث اي ولبا لسيل ليدايو وفي بدر بدر كو دخيالاي عيل قف وميشا كو يالا لغو ريده واقام و نغاداي رسول الله رسول كاله صلى الله عليه وسلم في بدر بدر دخديده ثلاثه ايام صدح مالو دقم بولها ميل مركو انت تغا كو غوليستو انو مال مدغنادو لغو لا جوغا كبعدين لغا صوبخ فلما غورتي استعد او ديار غروبي للرجوع نقشو مدينه او كو نوقدو جاء النبي و خيو يمد القليبه قوفك يا معيلك وقام و خيو استاغي على شفته دانتي سيدين عيسى ونادى و دواقيهم رجي ميشي كو جيري ما قيا هاين لباتنيو لباتني افرتين باسمائهم مغعيدودو يو واسماء ابائهم ابياشود مغعيدودو او دواقي يا فلان ابن فلان هبلكين هبلها يو ويا فلان ابن فلان هبلكين هبلها يو ايسركم من فرح جلينيا انكم اذن قاطعتم من فرح جلين لهيده ايسركم من فرح جلين لهيد انكم اذن قاطعتم من اطيع لهيدين الله علي ورسوله ورسول كيس تام اذا فرح من فرح جلين لهي ومد لباد فانا انا مسلمين تا وجدنا وحان هلي ما وحي وعدنا ونويبه ربنا ربيان حقا نبحالو يهي إيه فهل وجدتم مهشين ما وعدكم وحي إذن كوهن جبي ربكم ربيان حقا ونبح فقال وحي كير له النبي عمر عمر يا رسول الله رسول كالو ما محبا تكلمك لها ليسا من أجساد جرر يؤوغو لا أرواح وح نفل يرهد الله إذا سنقصونا تذكر مره رأي نفتك بحضا وميت ما المي وحوي ماشي كو اسيهن قف نفتي سي جيركيسي اي كلا بخين جيركيو كليو قلفو ميشان يالا حاس كلا هليسا قال النبي وحي صلى الله عليه وسلم ما انتم يدينكو باسمعك وكم مغلي اوغمتيهدين لما وحا اقول ان كو هدليو منهم ايغا يدينك اي ايغو اسكو سيباد اي مقليسان بي ولكن لا يجيبون ما جواب كرام ولو سمعوا ما استجابوا marka wax way maqli karaan oo deewa ayda qabuurta marka la tago waa la salaama sumid anaga assalaamu alaykum ayaga la xidhaabaysa laakiin jawaab ay ku bixiyaan oo ifka kugu imaanayso aad ku sheekaysanaysan ma i jirto wallahu aalamu sallallahu baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi